CRS, avec police, gendarmerie, avec... ستشتد إخواني شاركوا الفيديو لأن الأمور سوف تصبح أخطر مما كنا نتصور. قلناها ونعيدها، سوف ترون في الساعات القادمة أن الأمور ستصبح أكثر من كارثية. شاركوا الفيديو من فضلكم، شاركوا الفيديو بأقوى مشاركة من فضلكم لكي يرى العالم ما يحصل هنا. شاهدوا، نحن على بضعة أمتار من قوس النصر، شارع الشانزليزية يحترق. والله من كان يتخيل، يعني كلهم شاهدوا كيف يأخذون سيلفي مع النيران ويبتسمون. هل هذا عادي؟ هل هذا أمر يعني أصبح يعني C'est fou, hein. On s'attendait pas vraiment. Pas. Sharikou le vidéo, me faites les comptes. Sharikou le vidéo. نسمع دوي وانفجارات عنيفة في مناطق التلامس. شاركوا الفيديو من فضلكم، شاركوا الفيديو، أريد أكبر عدد من المتابعين، أكبر عدد من المتابعين من فضلكم. النيران تشتعل في كل مكان، لم يكن أحد يتخيل ما يحدث، ولم يكن أحد من يعني حتى من العرافين أن تصل لهذه يعني الدرجة. أمر كارثي جدا. الآن انسحاب قوات الأمن من كل مكان، وأصحاب الجبات الصفراء، تسونامي مخيف رهيب جدا صراحة. استنفذت قوات الأمن، استنفذوا كل القنابل المسيلة للدموع واستعملوا كل شيء. الأمر صعب جدا صراحة. شاركوا الفيديو من فضلكم، شاركوا الفيديو على أوسع نطاق، شاركوا الفيديو على أوسع نطاق من فضلكم. شاركوا الفيديو من فضلكم، شاركوا الفيديو على أوسع نطاق، شاركوا الفيديو لأنه في اللحظات القادمة
لقد جاءتنا أخبار أن أصحاب الجبة الصفراء يتأهبون لاقتحام قصر الإليزي حسب ما يعني وصلت إلى يعني إلينا من أخبار حصرية. أصحاب الجبة الصفراء وهناك مجموعات وفلول منهم يعني منظمة ستقتحم قصر الإليزي في الساعات القادمة، وكذلك اقتحام الخط الأخير الذي بقي من قوات الأمن المنهكة التي أصبحت الآن يعني حقيقة في وضع كارثي جداً.